مين كتنزل من الاوتيل كتخرج مين كتخرج سيدي كتخرج لهنايا خرج لهاد البلاصه هادي كيتواجدوا فيه المحلات اللي كيبيعوا الحويجات لي زاكسيسوار اي حاجه بغيتيها. هاو ار يو انا اسميتو باي باي الفتاه ديال انديت يلا قطع دابا الطريق نحاولوا نجيو نشدو دابا شي طاكسي هنايا البلاصه اللي ساكن فيها في مومباي ما فيهش توك توك هنايا كاين غير الطاكسيات. المدينه ديال مومباي مقسمه بزاف ديال الاجزاء اللي غنشرح لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين حيت دابا غادي يمشيو لمنطقه المسلمين. واخيرا بزاف ديال المحاولات وقفلين هذا مول الطاكسي. الو اي وانت تو جو تو ستريت محمد علي. محمد علي يس بسم الله توكلنا على الله. كانتري سا كانتري موروكو موروكو يس شو نيم؟ My name is Baban Mishra. I'm Hindu. Hindu. And my village in North India. North India. Yeah. Ah, that came from Shamal Delhi. Uttar Pradesh. What city in India? Prayagraj. Prayagraj. هادي ما عمرني سمعت هاد المدينة هادي. كنت دابا مع هاد الطاكسي هذا قال لي عطيني 200 باش نوصلك لديك البلاصة. قلت له شنو غادي دير؟ ما غادي نعطيك لا 200 لا والو. حل لي هاد الكونتور هذا داكشي اللي كاين في الكونتور نعطيه لك. قال لي اوكي. الكونتور هذا كما كتشوفوا كيبدا من 28. حط الطاكسي في شكال انا قال لي واش بديت الكليمة؟ ما نشعلها. قلت له بديت شعلها شعلها ما بديتش شعلها ما كاينش مشكل. قال لي لا غادي نشعل لك الكليمة تعطيني 300. قال لي ما غاديش نشعل لك الكليمة تعطيني 200. قلت له شوف انا طفي ديك الكليمة راه كاين الشرم راه كاين واحد الشرم كبير هنايا الاكسجين من عند الله الحمد لله. ما محتاجينش حنا الكليمة. ما خلصوا حتى على الكليمه عمركم شفتوا ثاني هذه القضيه هذه طلع في الطاكسي يقول لك الا بغيتي نشعل لك الكليمه خاصك تزيد لي الفلوس. قال لك الا جيتي لهين فانا تستغرب جوا هنا هيك اللي غيسبوا طيب هاو ار يو طيب شو جيت سين سين اس الحمد لله صوم صايم صايم مسلم شلونك انت شو اخبارك الحمد لله انت تتكلم عربي يا سلمونا يلا مع السلامه مع السلامه يلا وصلت دابا شوفوا شحال وصلت دابا ب 93 السيد كاملين اللي كيجيو كيدوروا في هذه البلاصه هذه هذا مول الطاكسي في الاول قال لي نوصلك ب 200 قلت له لا شعل لي هذاك الكونتور داك الشيء اللي كاين في داك الكونتور نعطيه لك وصل مازال ب 93 انا عطيته 100 رجع لي دابا 100 شوفوا دابا كل ما شعلت في الكونتور انت غتمشي لي هذه 100 هذه 100 هذه كتساوي تقريبا 12 درهم مغربي دولار فاصلة 20 اللي كتساوي هذه. السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كنديرو لكم وكنصورو لكم من المدينه ديال مومباي. هذا هو اخر نهار من شهر رمضان داكشي علاش اليوم جيت لاشهر بلاصه اللي كيتواجدوا فيها المسلمين في المدينه ديال مومباي. جيت لواحد الشارع اللي مشهور بزاف هنايا سميتو شارع محمد علي. غادي ندخل لاشهر شارع اللي كيتواجدوا فيه المسلمين هنايا. غادي نشوفوا الاجواء الرمضانيه غادي نشوفوا الاكل ديالهم غادي نمشيو نفطروا معاهم وغادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. عارفكم دابا انتم مازال ما فاهمين والو حيت يلاه لحقت لكم الفيديو الاول في قوه مازال ما شفتوش الفيديوهات ديال قوه مازال ما شفتوش الرحله ديالي من قوه لمومباي. هاد الفيديوهات ان شاء الله غادي تشوفوهم مورا هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشر لكم الفيديو ديال قوه وغنشر لكم الفيديو ديال الرحله ديال من قوه حتى انا. ولكن قبل ما تكملوا هاد الفيديو هذا ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه الا ما كنتيش مازال مشترك كتفرج في الفيديوهات ديالي ما مشتركش حبس دابا الفيديو انزل دير سبسكرايب للقناه ما خاسر والو وغتشوف كل نهار فيديوهات حيت كل نهار كنلوح لكم وكنشر لكم فيديوهات جداد ودير لي شي كومونتير زوين ودابا ان شاء الله نتحركوا لاشهر بلاصه اللي كيتواجدوا فيها المسلمين. وصل دابا لهاد المنطقه هادي اللي كيتواجد فيها شارع محمد علي اللي هو هذا دابا اللي غادي ندخلوا معاه. الناس خدامين على راسهم هنا كما كتشوفوا الاجواء غادي نشوفوا الاجواء ديال نهار الاخر في رمضان غادي نشوفوا الاستعدادات وشنو كيوجدوا المسلمين لغدا اللي هو يوم العيد. البلاصه هذه كاينين الرجال هذو اللي كيبيعوا المانغو هنايا اجواء في هذا الشارع هذا كما كتشوفوا هنايا كاين اللي كيقصي كاين اللي كيبيع الحلويات هنايا واحد الاوكرا اللي مشهوره بزاف في الهند. هاريو مسلم ما شاء الله المحلات كاملين كاين في هذه البلاصه هذه المحلات ديال المسلمين خدامين فيهم مسلمين. نمشي رمضان صاري مايدن شيك نايس تو بيتو ثانك يو. كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيتبعوها في هذا الشارع هذا. هذا الشارع هذا داير بحال كراج على الفكازا ولا قريعه ولا انزكا في اكادير. ذيس سيلي الصو سويد الصو كتشوفوا هي واحد الكوره وكيعمرها بواحد الماء وكيدير معها الحار مع واحد لاصوص وكتاكلها بهذه الطريقه هذه. الطريقه باش كيصوبها مع واحد لاصوص هي من بعد كيعمرها بهذا الماء هذا وكيخدم عليك وكتاكلها بالصحه والراحه. اه فري ايطالي روزا روزا رمضان رمضان افري داي رمضان فري وان ماي وان ماي
افطاري الفطور هما كيسموه افطاري. الطريقه هذه اللي كتشوفوا دابا كيديروها يوميا هنايا في شهر رمضان كامل، كيجيو كيحطوا واحد الطويله هنايا وكيحطوا فيها كيف واللحم وكل واحد شنو جاب كيحطوا هنايا، الناس كيجيو كيقصيو هنايا كل فابور ما كتخلص والو. الله ما شاء الله، الناس باقي كيجيبوا الماكله كما كتشوفوا، كاين دجاج هنايا كما كتشوفوا، كاين دجاج، كاين الفواكه، الخبز حتى هو كيفرقوا هنايا. This Babu Boti. Babu Boti. How much are you worth? What is it? Where are you from? Sir, today I am going to buy some rice. I am going to buy some rice. I am going to buy some rice. I am going spicy. ناكل دابا هاد الدجاج هذا. هاد الاكل اللي كتشوفوا دابا الناس كيجيو لهاد البلاصه هادي كياكلوا فابور، هاد الاكل هذا كيقدموه للمسلمين كل نهار هنايا. ناكل دابا هاد الدجاج هذا، نتمنى ما مرش التسمم ولا شي حاجه هنايا، حيت هما كياكلوا هاد الدجاج هذا ولكن هما مولفين. ملي كتكون مولف واحد الحاجه كتجي قاعده، ولكن انت ما مولفهاش راه تجيك صعيبه بزاف. نتمنى والسلامه. بسم الله. كما كتشوفوا الناس هنا كيجيو دابا كياكلوا. صراحة هاد اللحى هذا زوين بزاف. هذا هو الأفضل ديال البوليس ديال هنا. لا حنا دابا كناكلوا مع المسلمين هنا في اشهر شارع اللي كاين هنا في مومباي اللي سميتو شارع محمد علي. هنايا كيجيو كيحطوا الاكل هنايا، ملي داز اللي بغى ياكل الفواكه الماكله الدجاج كيجي كياكل هنايا فابور ما كتخلص والو. هذا هو الكرم ديال المسلمين. الحمد لله من بعد منين كاين الدجاج والدلاح والفواكه، دابا غادي ندير بكم ان شاء الله الجوله ديالنا ان شاء الله في اشهر شارع اللي كاين هنا في مومباي اللي سميتو شارع محمد علي. السلام عليكم. هاو المسلمين ثاني كيعرضوا عليا ثاني هنايا، الناس كياكلوا ما شاء الله ما شاء الله. تاكلوا هاد الناس ديال هنا راه ما يمكنش الكرم ديالهم وحق الله. السيد دابا ناض من الكرسي قال لي جلس انت، قلت ليه لا، قال لك لا انت اللي غادي تجلس. شو كيقدم لي مسكين، كيقدم لي الاكل. هاو ثانكيو ثانكيو فيري ماتش. مروكو توراتو اي لا واو بطلا لا كل الكرم ديال المسلمين هنا وحق الله ما شاء الله. الكرم ديال المسلمين ديال الهند. وات از ذيس؟ شربات 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 شربات. هذا قدم لي واحد العصير. اتس جود. زوين هذا العصير هذا. يا شربات بلا دود يا دود. يو ميرا بي ديس ميلك. هذا الحليب. هذا ميلك 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 دود. الدري دابا ما نعطيت الكاميرا دابا شاد علينا شحال ديال الناس دايرين لينا هنا ما شاء الله. الناس ديال هنا ضريبين فيه بزاف. ساندويتش ساندويتش هذا ساندويتش فيجيتابل تشيز جريل ساندويتش. اوكي اوكي فيري تيستي. اوكي Nice, nice. What is this? Alu. Potato, potato. Dada. Spicy? Yeah. Oh, water, water, bro. Water, 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 pani. Whoa. Thank you, thank you, thank you. Let's go. Hello, how are you? كيشوفوك دايز هنايا كتقول لهم راه كليت هنا كيقول لك لا ما غاديش تمشي اجي كل معنا ضروري خاص تدق معنا شي حاجه. ديري سوي ديس مانجو. يا يا ها هو عطاني دار مانجو قال لك ثاني ها هو المانجو. واش نيم؟ نعم محمد رمضان. محمد رمضان اسمي جان ديوبرو. سلمان راي. سلمان ار يو سيتي مومباي؟ مومباي. الله شوف الشباب هنا. ابزاد محمد ابزاد. محمد ابزاد. يس. نايس تو ميت يو. يو ار فروم موروكو. موروكو. ثانك يو جايز. ثانك يو فيري ماتش. يوتيوب. يوتيوب اوكي. دابا الدراري هادو نعطيهم دابا السميه ديال القناه ديالنا. الناس ديال هاد المنطقه ظريفين راه ما يمكنش التعامل ديالهم. سميت شانل ماي فريند. كريستيان. الناس كيبيعوا هنايا كل واحد شنو كيبيع هنايا. يس. سوريا. المنطقه هادي تجاريه.
what's up? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. My name is Sunil. Where are you? Morocco. Nice to meet you. هذا كيوجد واحد لو كل هنايا. This brownie? Pi hota na pi mutton. Sir fi alaikum assalam alaikum al-rabi'. Tomato and mango. الطوالي هادو راه فاش فطروا الناس هنايا كيجيو هاد صحاب المحلات كاملين اللي كاينين في هاد البلاصه هادي كيحطوا هاد الطوالي هادو كيحطوا فيهم الفطور والناس جو كيفطروا هنايا ديال الاجواء هنايا هاد المحلات كاملين اللي كاينين في هاد البلاصه هادي محلات ديال المسلمين ديال الاجواء في المنطقه ديال المسلمين هنايا داخلين كنشوفوا اكتشفوا معكم وكنشوفوا معكم اشهر منطقه اللي كاينه هنايا في مومباي منطقه المسلمين هادي هي منطقه المسلمين هنايا الناس كيستعدوا للعيد كيشريو الحويجات كل واحد وشنو كيشري هنايا جميع المحلات هنا تقريبا عامرين حيت هذا هو النهار الاخر في رمضان كما كتعرفوا هذا هو العيد الناس كيستعدوا كيشريو الحوايج ثاني جداد هنا كيشريو الورد كل واحد وشنو كيشري هنايا كاين بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا التوشيات هذو كما كتشوفوا هنايا الناس كيشريو البولات هنايا بركه هاد البوله هادي اللي دايره بحال التريه صراحه واعره بزاف مين كيشعل فيها الضو كتحرك وكنعطي صراحه واحد الديكولي زوين بزاف الناس كياكلوا واحد الاكل هنا يعني مشهور عندهم بزاف هنا في العيد اي بلاصه مشيتي لها شعبيه كتلقى فيها هاد الاكل هادي الطريقه باش كياكلوا الناس راه كياكلوها يديروا في الاخر كيزيد عليها الحمض كما كنشوفوا كيقول لك حاجه ايوا اكثر تايم بوينت ادفرتايز كذا تنقول مي خاتي دبي مي خاتي ايوا هي قال لها ما ادري कुछ जैसे 50 टमा नहीं करा ले تقدر تقول شوك مادي باقي هنا دينا شوكو براديو كاين اللي كياخذ هذه ميكس كما كتشوفوا هنا وكيدير معها بزاف ديال لي صوص كما كتشوفوا كيخلطها مزيان بهذه الطريقه هذه كيزيد معها ثاني شويه ديال لي صوص اللي خلطها مزيان كيزيد معها هذه شو لاينس دور ثانك يو هذا قال لي واش بغيتي شي بعده ثانك يو ماي فريند ها هي الطريقه هذه باش كيخدمها هذه اون بور دي نو 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 اي ام فول اي ام فول ها هي لايت بول ماي الرجال هادو قالوا لي والو غادي يضربوا على الطاقه شي حاجه No, 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 no. No, no, you take small, bro, small, small, small. Minimum you have to take this. Mama, tell me the bad idea. Andok, ma'am, come the bad idea. Shufu, give us the little madak, dear. Bismillah. One more. صراحة زوينة هادي فيها بزاف ديال المكونات والمذاق ديالها حار شوية حيت هاد السيد هذا شاد حارة نو نو ثانك يو بلاك فور يو ثانك يو اوكي ثانك يو شكرا فروم وير يو ار موروكو 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 يا نو موروكو يا اي نو هادي مشهورة بزاف على واحد اللي قبل كبير هنايا اللي دايرة بحال القرية الناس ديال هنايا صراحة ظريفين بزاف راه ما يمكنش التعامل والكرم ديالهم انا دابا جيت غير باش نصور لكم قال لي واش بغيتي شي وحده يصوب لي وحده قلت لها هذا لا لا ما تصوبهاش قلت لها غير غادي ندوق معاك دابا انايا قلت لها راه يلاه كليت راه كلشي باقي عامره هادي دايره بحال القريه فاخر هذا كيحط وسط هادي البلاصه اللي كتحمر تما في الكاز ديال الطرق باش كيقدموا هنايا واش بغيتي ناكل بهذه الطريقه هادي باش كياكلوا دابا هاد الناس هادي ولا بهذه الطريقه هادي كاين اللي كيشري غير هادي بوحده اللي كيشري هادي وكيزيد معاها مازال هاد لي صوص كاملين كتشوفوا هنا بهذه الطريقه هادي كل واحد شنو كيختار يكون معاه واش شفتوا دابا الكرم ديال هاد الناس راه ما شاء الله دابا مشيت كنصور انا عند داك السيد اللي كيوجد هاد الماكله هادي جاو دوك جوج رجال قالوا لي والو غادي تاخذ شي وحده وقالوا علاش كاع داك السيد قالوا لي صوب هاد الدري هذا وحده قلت له ما تصوب حتى وحده قلت له غير بلاتي قلت له انا يلا فطرت يلا كليت راه باقي كرشي عامره قلت له مين قلت لي دابا هادشي قلت له غير غندوق معاك عطيني غير شويه وعطاني داك شويه كيما شفتو قال له هكا الناس كيبيع الحوايج هنا كل واحد شنو كيبيع في هذه البلاصه هذه هذا كيتمشى كيبيع هاد المونيكسات كما كتشوفوا هنايا الناس كياخذوا عنده هاد الاجواء هنايا كما كتشوفوا يبان لكم الجديد في هذه البلاصه هذه الناس كيشريو الوليدات ديالهم الحوايج ديال العيد هنايا هذه هي الاجواء ديال النهار الاخر في رمضان غتغدى ان شاء الله العيد وان فكان يا رمضان ما هنا ما يلي دابا جبت يس نو اي هاف اي هاف برو اي هاف باي بي ديال الريحه كل واحد شنو كيبيع هنا كما كتشوفوا بحال هذا كيبيع الروايح هذو كيبيعوا المواقن في هذه البلاصه هذه اشكال الانواع السلام عليكم وعليكم السلام هاو ار يو جود ام جود
الحمد لله. اشكال وانواع ديال المواكنه ديال العيارات كما كتشوفونا اما شدي صبرو 200 المواكن كامل اللي كاين في هذه البلاصه هذه كيتباعوا ب 24 درهم مغربيه، 2 دولار فاصلة 40 درهم، ما يمكنش الرخال لا غير اللي ما بغاش المكنه. الكميه ديال المواكن اللي كاين في هذه البلاصه والاشكال ديال المواكنه، هذا النص هذا ديال العيالات وهذا النص هذا ديال الرجال. شوفوا دابا يا العيالات، شوفوا يا البنات، دابا هذه المواكنه بحال هذه المكنه هذه تساوي 24 درهم مغربي، انا الرخال لا غير اللي ما بغاش المكنه. المغربي ما حطيت واحد 150 درهم في المغربي تمشي هذه المكنه هذه 24 درهم دايرين هذه المكنه. يوسف هاو ماتش رويس هاو ماتش 200 روبيز اول 200 اول 200 هذا الشيء ما يمكنش الرخال اللي كاين في هذه البلاد هذه. هاد الصندالة كاملة غنوريكم دايرة 200 روبيس، 200 روبيس هي 24 درهم مغربية. هاد الصندالة كاملة اللي كاينة في هاد البلاصة كتباع 200 روبيس. براند براند 24 درهم مغربية. أعوذ بالله. هذا اللي كيبيع هاد الصندالة هذا. جود برايس برو، جود برايس. جود برايس 200. 200. اس كيشرب. لا لا ملي كاوكا لا لا مشتيلال. هادو كيطيبوا واحد الأكلة هنايا كما كتشوفوا في هاد البلاصة هادي. أكلة غريبة حتى هي. هذه الوكلة هذه كما كتشوفوا طريقة باش كيطيبوا هنا في هاد البلاصة هذه. اه بصحت طحن لي مع راسي. هذه دايرة بحال البيصرة كيديروا مع العطرية القزبور وفيها مع الحمص. شوفوا هذه الوكلة هذه كيفاش دايرة؟ صيرها مع راسك طحن. في هاد البلاصة هذه كاين هادو اللي كيصوبوا العصير ديال القصب السكر. شوف الطريقة باش كيصوبوا العصير ديال القصب السكر هنا. برو برو خناشي ديال القلب اللي معمر هذا بالقصب السكر هنا. هذا كيبيع لهم الديطاي هنايا. هذا هما اللي كيصوبوا العصير ديال القصب السكر هنايا كما كتشوفوا. هذه هي الماكينة فاش كيصوبوا العصير. الناس كياكلوا في هذه البلاصة هذه. كاين بزاف ديال الأنواع ديال الأكلات هنايا. أنواع الأكلة كيفاش دايرة؟ أنواع والأشكال ديال الأكل هنايا. يا هذا انا وات از ذيس كاتليش هذا الاكل اللي كيطيبوا هنايا سميتها توليتيكي. الطريقه باش كيصوبوها هنا كيقليوها في الزيت. ممكن اخرى هنايا في هذه البلاصه هذه ومن كتاخذها كيزيدوا لك هاد لي صوص كاملين وبطبيعه الحال كيديروا لك هاد لاصوص واحد لاصوص اخرى لا انواع ديال لي صوص في هذه البلاصه هذه. الناس كياكلوا في هذه البلاصه هذه. الو هاو ار يو فاين وير يو فروم موروكو وير يو فروم موروكو يس واتس يور نيم ام سنجي 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 اسميتو يا ماي نيم حسين ذيس جود يور جود نيم يا No, I am full. I am eight. I am full. Let's get this YouTube channel or what? Yes, YouTube channel. YouTube. Which channel? Orami Vlog. Thank you. Bye bye. غادي نزورو معاكم في هاد السوق هذا، غادي نشوفو الاجواء في هاد البلاصة هادي. كاين بزاف ديال الانواع ديال الاكلات هنايا. واحد الاكلة اخرى كيطيبوها هنايا. هادي وليت عارفها في الهند، هادي سميتها ساموسا. هذا داير بحال المسمن ديالنا حنا ولكن غليظ. وات از ذيس برو؟ بيتيز. كاين بزاف ديال القصريات في هاد البلاصة هادي. المحلات كاملين كتلقى فيهم القصريات، المحلات ولكن هاد المحلات هادو سادين دابا. باقي هاد ستريت فود اللي كاين في هاد الشارع هذا. هادي الاجواء هنايا. بلاتي نشوف الثمن ديال هاد السبرديه بشحال كيبيع هنا. الو برو هاو ماتش ذيس؟ 400 اونلي 400 اونلي برو 400 يس 400 هاد السبرديه كامله كاينه في هاد البلاصه هادي كتباع ب 400 روبيز 400 روبيز كيبان هي 5 دولار 50 درهم مغربي. الرخال لا اللي ما بغاش يلبس سبرديه جديده زوينه راه كاين سبرديه الناس كيشريو تقادي كيجيو جميع الديانات كيشريو من هاد البلاصه هادي حيت هاد البلاصه هادي مشهوره بزاف كما قلت لكم في المدينه ديال مومباي. ثانك يو برو. دابا بحال هاد الصباط هادي واش تلقاوها دابا ب 50 درهم؟ شوف بعدا الصباط كيفاش دايرو. شوف 50 درهم مغربي 5 دولار اري جا بابا. هذا كيبيع الورد في هاد البلاصه. الليلة بريه المحلات ديال المجوهرات هنايا. هاد البلاصة هادي راه كبيرة بزاف. هذا كيبيع الشعر المستعار كيبيع اللحية. لوك فيري نايس. ها هي كيما كتشوفوا الكاسكيطة لاصق معاها الشعر. ورامي فلوك لايك اند سبسكرايب. اوكي ثانك يو ماي فريند. كيفاش كتكون هاد الكاسكيطة هادي مع الشعر؟ بهاد الطريقة هادي. هادي إلا بغيتي تخبى على شي واحد دير لي هاد الكاسكيطة مع الشعر ما بقاش غيعرفك. تسير عنده حتى هاد اللحية هادي. ¿Qué te ha mucho, Dari? ¡Guau!
وشوفوا كيفاش كان بان طرزان صافي شوف وا 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 يا 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 واش جا معايا ولا ما جاش معاك كتبوا لي في لي كومونتير It is good. هاد السيد هذا شرا عنده My friend, thank you. Bye bye. هذه الأجواء هنايا في هذه المنطقة ديال المسلمين هنايا في شارع عايزنا قد دخلتي مع الزحام هنايا الزحام اللي كاين في هذه البلاصة هذه هو المسجد كما كتشوفوا وهاد المحلات كاملين كاين لتحت ديال المسجد هنايا هادو هما صحاب الكراس كاين الساعة هنايا ما يمكنش الزحام والكذا اللي كاين في هذه المنطقة هذه وفي هذه البلاصة هذه ملي كتمشى كتلقى الناس اللي كيصوبوا هذا العصير ديال قصب السكر كينقيو بهذه الطريقة هذه جوج هادو خدامين كينقيو هما فاض البلاصه هادي فين كيصوبوا العصير رخيص بزاف العصير تقريبا داير 3 درهم مغربيه انا جاي ناخذ العصير فين كول فور سمر فين كياخذوا العصير مين كيبغي يخلص كيخلص بوغل بي كما كتشوفوا كيسكاني هنايا هذا هو العصير كما كتشوفوا هنايا كياخذ فاض البلاصه هذا هو العصير ديالها كما كتشوفوا الناس كيشربوا العصير كاينين هادو اللي كيبيعوا الفواكه هنايا في هاد البلاصه هادي كيفاش الزحام اللي كاين هنا كل واو 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 شو 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 باش كتمشيو هاد هنا هاد الناس كيمشيو بواحد السرعه انا خياليه فيديو انا ريو باي باي الناس كيشيو الصباط هنايا اما شبرو مات 400 اي صباط بغيتي يا فهد كاملين كما كتشوفوا الانواع والاشكال هنايا هادو كاملين يساويين 90 درهم مغربيه 5 دولار تقريبا دايرين اي صباط بغيتي هنايا خذها داري الفور هنا باريس باريسان كابا داي بيو بيو هما بدا واحد الاكله هندية هنا كيديروا مع هاد لاصوص هادي مع هاد لاصوص مو بهاد الطريقه هادي كاين هاد الشباب هادو كيبيع المكسرات اما الساعه كجبرو 600 يساوي 600 تقريبا يساوي كيبيع البنان اما البنان 15 15 2 2 هو كيبيع البنات هنا كيبيع جوج ديال البنات ب 15 اوكي جيف مي 2 هادو مخاصمين ماشي مشكل حاج ماشي مشكل هادو مخاصمين بغاو يدبزو هنايا اه مالو مالك اخويا مالك عمي مالك مالك باي كيتينغ كيتينغ اه 200 بروبليم الناس كيجيو لهنايا كيوقف عند هذا مول البنان هذا كياخذوا جوج بنات كيقصيهم وكيزيدوا مع الطريق هذا ما كيبيعش الكيلو هو بزاف ديال القصريات مسدودين دابا بزاف ديال المحلات حيت هنا كيسدوا فيه الناس بكري شويه راه ما يمكنش اش كيديروا هاد الناس ولا كلاكسون اه كاين كلاكسون وهاد الناس هذا كيبيع واحد المشروب ديالهم من واتر كما كنشوفوا فيه عمرو التاج مزيان بحال هكا ايفون ايفون ثانك يو غير هادو بروكو اوكي اوكي بوليس ديالو الو كيف حالك الناس هادو قالوا واش بغيتي هذا المشروب هذا ما بغيتيش قلت لهم هكا شي عامره والمرافطور هنا كناكل لحد الساعه ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ويلكم ويلكم يو ار اولويز ويلكم ان انديا ثانك يو فيري ماتش باي باي هذه هي منطقة ديال المسلمين اللي كاينة في مومباي هذه المنطقة كاملة بها المحلات التجارية هنايا اي حاجه بغيتيها كتبع في هذه المنطقه هذه ديال المسلمين واحد المنطقه اللي تجاريه كما كنعرفوا كامل على المسلمين التجاره بلاصه كتلقى فيها المسلمين كتلقى فيها التجاره كما شفتوا معايا في هذا الفيديو هذا مشينا للمنطقه ديال المسلمين مشينا فطرنا مع المسلمين هنايا وشفنا الكرم ديالهم شفنا بزاف ديال الحويجات هنايا فين نسى لكم الفيديو ديال اليوم نتمنى يعجبكم ما تبغوش عليا ديروا لايك لهذا الفيديو هذا شي كومونتير زوين واشتركوا الفرقه باش يوصلكم كل جديد نتلاقاو تاني غدا ان شاء الله فيديو جديد حيت كل نهار كاين فيديو جديد داكشي علاش كنقول لكم ديما الا كنتي كتشوف الفيديو ديالي ما مشتركش معايا في القناه حبس الفيديو انزل داير سبسكرايب للقناه باش يوصلك كل جديد حيت كل نهار كنشري لكم فيديو جديد شي اللي كاين في هذا الفيديو هذا حتى غدا ان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم